هذه الفتحات اللي أمس طلعت منها المسامير يحتاج لها تسكير حالياً. علشان أسد الفتحات أقدر أستخدم بودرة الجبس الأبيض، هي دائماً متوفرة عندي في البيت. بس أمس لقيت المادة هذه، والمفروض إنهم ثنتين وهم يسدوا الفتحات، بس هذه بموية وهذا معجون وجاهز. ولأني دائماً أحب أقارن قلت ليه ما أقارن بينهم. وبكل الأحوال الفتحة راح تكون متخبية تحت الستارة، فما راح أشيل همها. راح أجرب فتحة واحدة بس بودرة، وراح أجرب المعجون وأشوف مين أحسن. نحط شوية موية، مرة شوية لا تكثر، وخط عشان تشوف القوام. مبدئيا راح أحطه على جنب بس عشان أخاف لا ينشف علي. أوه شكله غريب. راح أخذ من هذا شوية وأحطه على جنب عشان أجربه. ما أدري المفروض أخلطه قبل ولا لا، يبالي أقرأ. راح أحطهم كلهم داخل هذا الصحن علشان مرة واحدة أشيلهم معي فوق، ما أقعد شايلة شغلات كثير. من ناحية اللون بتلاحظوا إنه المعجون أفتح من البودرة، المعجون على اليمين، البودرة على اليسار. نعطيه خلطة خفيفة وناخذ. الله يستر، حاسة إنه المكان بعيد عني. وات؟ راح أسوي حركة وغلط، لا تسوي زيها، راح أستخدم يدي. أسهل وأسرع. مرة صعب إني أمسك الجوال وأصور وأسوي بنفس الوقت. الآن نجي على الثانية وبدت تنشف. كذا راح استناهم ينشفوا. طبعا سويت كل الفتحات، وفي الاخير احس ان المعجون افضل من البودرة.